اهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا براجل فقير اسمه تشي، وكان بيشتغل صبح وليل علشان يدفع مصاريف مدرسة ابنه، وبعد ما مراته ماتت بقى كل اللي بيتمناه انه ابنه يتعلم كويس علشان يبقى حاجة كويسة لما يكبر. وبنتعرف على ديكي، وده يبقى ابن تشي، وبيكون رايح المدرسة اول يوم، وبنشوف كل الطلاب وهم رايحين المدرسة بالعربيات الفخمة، بس ديكي كان بيبقى رايح مشي، وكان لابس جزمة متخيطة وهدومه كلها متبهدلة. وبنشوف الاستاذ كو على طول كان بيزعق له علشان لبسه كان دايما متوسخ قديم. وبنتعرف على أستاذة يوان، ودي كانت بتحب ديكي جدا وعلى طول كانت بتشجعه انه يبقى كويس في الدراسة. ولما دخلوا الفصل الأستاذ كو بدأ يسأل الطلاب عن أحلامهم لما يكبروا، ففي بنت قالت انها عايزة تبقى عارضة أزياء، وولد تاني اسمه جاك قال انا عايزة ابقى راجل أعمال زي بابا. ولما جه الدور على ديكي قال لهم انا عايزة ابقى فقير، فكل أصحابه فضلوا يضحكوا عليه ويتريقوا علشان ديكي أصلا فقير. بس ديكي قال لهم ان الفقر مش عيب، وان بابا علمني ان الاحترام والنزاهة أهم من الغنى والفقر. فكل أصحابه سكتوا ومحدش قدر يتكلم، وبعدها بدأوا يسقفوا له. ولما طلعوا من الفصل كان جاك بيفرج أصحابه على اللعبة الجديدة اللي بابا شرها له، وكانت اللعبة اسمها CG1. فديكي بيروح علشان يمسك اللعبة ديت، وكانت عجباه جدا، بس جاك بيزعق له وأخدها منه. وجاك بدأ يتنمر عليه وعلى زمايله، وقعد يتريق على بنت زميلته بسبب إنها رفيعة، وبيتريق على بنت تانية علشان حجمها كبير، عيل لزج. بس ديكي مسكتلوش وفضل يزعق له ودافع عن البنت. ولما جت حصة الألعاب طلعوا ديكي بره علشان ما كانش معاه الجزمة الرياضية بتاعته، وخلص اليوم وديكي روح. وفضل هو وبابا يصطادوا في الصراصير من على الحيطة بيسلوا وقتهم. وتاني يوم تي أخد ديكي وراحوا يتفرجوا على التلفزيون في الشارع، وجه إعلان في التلفزيون إن في أجسام فضائية وصلت المدينة بتاعتهم. ولما خلص الإعلان تي ملقاش ديكي جنبه، فراح يدور عليه في كل حتة، وأخيرا بيلاقيه في محل ألعاب وكان ماسك لعبة CG1 واللي كانت مع زميله جاك في الفصل، وفضل يتحايل على والده انه يشتريها له. فتي قال له احنا معناش فلوس للعبة ديت وكانت غالية جدا، بس ديكي برضو فضل مصر انه يشتري له اللعبة، فتي بيضربه علشان يسيبها. وفعلا ديكي عيط وساب اللعبة ومشي من المكان. وبالليل تي كان بيدور لديكي على اي لعبة مرمية في الحاجات اللي بره، وفعلا بيلاقي كورة، وما كانش يعرف ان الكورة ديت كائن فضائي. وتي بياخد الكورة وبيرجع بيها البيت علشان يصالح ديكي، وقال له انه جاب له لعبة احسن من CG1، وساب له الكورة ومشي علشان يروح لشغله. وفعلا ديكي اخد الكورة بس ما كانش يعرف لازمتها ايه. ولما اخدها وراح المدرسة صحابه فضلوا يتنمروا عليه وقالوا له ان دي كورة ملهاش اي لازمة، وجاك علشان يرخم عليه خلى واحد صاحبه يضربه. ولما اليوم بيخلص ديكي راجع للبيت، وتي لقى ابنه مضروب ففضل يزعق له انه بيعمل مشاكل وبيتخانق في المدرسة. وفي الوقت ده الكورة بدأت تتحول لكائن فضائي، فديكي رماها وفضل يقول لبابا ان الكورة بتتحول لحاجة غريبة، فبابا افتكروا ان هو بيكذب عليه وحبسوا في الدولاب علشان يعاقبه. بس للأسف الكرة كانت معاه جوه الدولاب، وفعلا الكرة بتتحول لكائن فضائي. وديكي كان عاجبه جدا شكل الكائن ده، واول ما تي فتح الدولاب من تاني ديكي خبى الكائن لحد لما يعرف هو ايه، وبابا سابه وراح يكمل شغله. فديكي بدأ يستكشف الكائن ده ولقى شبه الكلب فبيسميه CG7، وفضلوا يرقصوا مع بعض طول الليل. فالكائن الفضائي بيلاقي تفاحة بايظة فاستخدم سحره وخلى التفاحة تبقى حلوة وجديدة اكنها لسه جاية من الشجرة. فديكي ما صدقش وعرف ان CG عنده قوة خارقة، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم ديكي بيصحى وبيجهز نفسه علشان يروح المدرسة، وخد معاه CG7 وقال يجرب القوة بتاعته، واخده وراح لأشرس كلب في الشارع وقال لCG يضربه. وفعلا CG بيعمل حركات قتالية وقدر ان هو يضرب الكلب. وبعد كده ديكي بياخد CG وراح للمدرسة وهو فرحان علشان كده كل مشاكله هتتحل. ولما وصلوا المدرسة كان ديكي عنده امتحان، فدخل الحمام وطلب من CG انه يساعده علشان ينجح في الامتحان. فCG صنع له نظارة علشان يعرف يغش بيها، وفعلا ديكي وهو في الامتحان كان بيطلع كاميرات صغيرة من النظارة ديت، وكان بيغش بيها كل حاجة من زمايله، وجاب في الامتحان ده 100%. وجه وقت امتحان الرياضة، وبرضو ديكي راح لCG وطلب منه ان هو يساعده، وفعلا CG صنع له جزمة رياضية. ولما ديكي دخل الاختبارات فاجئ الاستاذ وكان بينط عالي جدا وبيجري بسرعة رهيبة على المشاية، وحتى في لعبة الكورة لما شاطها كسر الجون. بس المدرس عرف ان الجزمة اللي لابسها ديكي فيها حاجة وطلب له الشرطة، وكانوا خلاص هيمسكوه. فديكي لما لقى الموضوع كبر استخدم الجزمة وطار بيها في الهواء، بس الجزمة باظت منه فبدأ يقع تاني على الارض. وفجأة ديكي صحى من النوم واكتشف ان هو ما كانش مغطيها
وللأسف كل اللي حصل ده كان مجرد حلم ومفيش منه أي حاجة حصلت. فجيكي أول حاجة عملها اطمن إن سي جي موجود وإنه ما كانش حلم هو كمان، وفعلا بدأ يجهز علشان يروح المدرسة واخد سي جي معاه وراح لأشرس كلب في الشارع، وكان مفكر إن سي جي هيضربه زي ما حصل في الحلم، بس للأسف الكلب ضرب سي جي. فجيكي خده بسرعة وهربوا من عند الكلب وراحوا للمدرسة، بس المرة دي هما الاتنين كانوا مضروبين من الكلب. وبنشوف ان كان جيكي عنده امتحان زي ما قلنا، فراح لسي جي وكان مفكره هيساعده زي ما حصل في الحلم، بس سي جي طلع ما كانش فاهم حاجة ولا عارف يساعده ازاي. ولما جيكي دخل الامتحان ما كانش عارف حاجة وما حلش ولا سؤال، وجف الامتحان ده صفر. وجي وقت امتحان الرياضة، فجيكي دخل الحمام تاني وفضل يتحايل على سي جي علشان يساعده، بس برضو سي جي ما فادوش بأي حاجة. ولما جيكي طلع من الامتحان كل أصحابه فضلوا يتريقوا عليه لأنه معرفش ينجح في أي امتحان. ولما خلص اليوم جيكي حط سي جي في كيس ورميه في الزبالة، علشان كان جيكي مفكره ان هو خارق وكان مفكر ان كل احلامه خلاص هتتحقق. ولما مشى اكتشف انه غلطان وان سي جي ملهوش ذنب، فرجع له بسرعه علشان ياخده، بس لقى عربيه الزباله اخدته ومشيت من المكان وفضل يناجي عليها، بس العربيه خلاص كانت مشيت ومحدش سمعه. فجيكي بييأس وبيرجع للبيت، بس اول ما بيوصل لهناك بيلاقي سي جي موجود في البيت، فشاله وحضنه وفضل يعتذر له على اللي هو عمله معاه. وطبعا وصل الخبر لباباه انه سقط في كل الامتحانات وجاب صفر. فتي فضل يزعق له ويتخانق معاه واخد منه سي جي. فجيكي بيزعق له هو كمان وبيقول له انا عايز اعيش لوحدي ومش عاوز اعيش معاك تاني. فتي قال له انت فاشل. فجيكي بيقول له عاوزني اعمل لك ايه علشان تسيبني اعمل اللي انا عاوزه. فتي قال له لو جبت في الامتحان اللي جاي 60% هسيبك تعمل اللي انت عاوزه. فجيكي فعلا بدأ يذاكر وكانت بتساعده في المذاكرة المدرسة يو. وجيه يوم الامتحان التاني وفعلا جيكي كان عمال يحل ويجاوب على كل الأسئلة. وبنروح لتي واللي كان في الشغل بتاعه وفي أنبوبة غاز وقعت من المبنى والسلك بتاعها مسك في رجلين تي، وتي حاول بكل قوته انه يمسك في أي حاجة علشان ما يقعش، بس للأسف ما استحملش ووقع من المبنى. وكل ده وسي جي معاه في الشنطة بس ما عرفش يخرج منها. وبنرجع تاني لجيكي وفعلا خلص الامتحان وجاب فيه 65%، ودي النتيجة اللي كان بابا عاوزها. بس بيوصل له خبر من الأستاذ أيوان إن بابا جيكي في المستشفى، فراح جري على المستشفى، بس للأسف الدكتور بلغهم إن تي مات. وجيكي كان مصدوم إن مش هيقدر يشوف أبوه مرة تانية. ومدرسة أيوان خدت جيكي ورجعت بيه للبيت، فجيكي طلعها برا وفضل يعيط ويناجي على باباه. وبنرجع للمستشفى وسي جي أخيرا عرف يطلع من الشنطة وتفاجئ إن تي مات. فالمرة دي فعلا استخدم قوته السحرية واستخدم سي جي كل قوته وفضل يحاول يعالج تي وطلع كل القوة الخارقة من جسمه، مع انه عارف ان كل القوة اللي بيطلعها ديت في خطورة عليه وعلى حياته. وبيخلص اليوم لحد هنا. وتاني يوم جيكي صحى من النوم ولقى بابا نايم جنبه، فما صدقش ان والده لسه عايش وفضل يحضن فيه وقال له ان هو مش هيسيبه تاني ابدا وهيسمع كل كلامه وبرده هيذاكر كل دروسه اللي في المدرسة. وفي الوقت ده سي جي كان معاهم، بس كان باين عليه انه تعبان جدا، وللاسف القوه اللي استخدمها علشان يصحي بيها تي خلته ما يستحملش ويموت. وبعدها تحول للعبه، ومن وقتها جيكي بقى شاطر وبيذاكر كل دروسه، وكان على طول شايل لعبه سي جي في رقبته على اعتقاد انه في يوم هيرجع له مره تانيه. بعدها جيكي بيشوف سفينة فضائية وصلت المدينة ونزل منها كائنات كتير شبه سي جي، وجيكي أول ما بيشوفهم بيفرح جدا. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم ياريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. أشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.